مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما الجديد في قناتكم، قناة كل ما هو جديد وكل ما هو متميز. وفقنا الله سبحانه وتعالى خوتنا أحبابنا، اليوم جبنا لكم منتوج غاية في الروعة والجمال، مساحة متميزة، موقع استراتيجي والثمن المناسب. تحية خاصة الإخوان والأخوات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، طبيعة الحال اللي كنحاولوا من خلال هذه القناة خوتنا وحبابنا نوصلوا لكم واقع العقار في مدن مختلفة من المغرب طبيعة الحال، وانتم طبيعة الحال خارج أرض الوطن كتبغوا تعرفوا معلومات على الواقع العقار في المغرب ككل طبيعة الحال. خوتنا وحبابنا جبنا لكم منتوج مساحة ديالو رائعة، موقع ديالو استراتيجي والثمن متميز. أعزائنا المشاهدين، هذا هو الموقع اللي غادي نشاركوا معكم اليوم، واكيد ان شاء الله غادي يعجبكم بطبيعه الحال، لانه الموقع ديالو استراتيجي والمساحه ديالو راه متميزه والثمن بطبيعه الحال في المتناول. المدخل الرئيسي خوتنا احبابنا هو هذا ديال هذا العقار. خوتنا احبابنا هذا العقار هذا كيتواجد في مدينه اللويزيه، كنحاولوا بطبيعه الحال من خلال هذه القناه نوعوا لكم حتى المدن، وهذا نظرا للطلب ديالكم نتوما خوتنا احبابنا المتزايد على مدن مختلفه. كطلبوا منا نجيب لكم اللويزيه، المحمديه، بوزنيقه، كنحاولوا بطبيعه الحال من خلال هذه القناه نوعوا لكم المدن. وصلنا الله سبحانه وتعالى جبنا لكم هذا المنتوج هذا كيتواجد كيف ما قلنا في مدينه اللويزيه. هذه العماره هذه خوتنا احبابنا راه جات محاديه للشارع الرئيسي ديال مدينه اللويزيه اللي هو الطريق الوطني رقم 1 شارع الحسن الثاني، كيمر من الطوبيس، يعني موقع استراتيجي قريب من المرافق كامله اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو. بقاو معنا ان شاء الله غندير واحد الجوله على هذا العقار هذا طبيعة الحال اللي كيف ما كتشاهدوا معنا راه عنده الواجهه، جوج ديال الواجهات، الواجهه القبليه والواجهه الشماليه، يعني عندنا الشميشه، عندنا التهويه، وعندنا الثمن المناسب. هذا هو الاساس، الثمن المناسب والفينيسيو الروعه بطبيعه الحال. الصالون كيف ما كتشاهدوا معنا جاب هذه الكيفيه، هذه مساحه 86 متر، ثلاثه ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ. الواجهه القبليه ريدوا تيليكتريك بطبيعه الحال، فينيسيو ممتاز ممتاز ممتاز. هذه شقه من بين الشقق اللي حبينا اننا نشاركوا معكم، وان شاء الله لقينا واحد التفاعل كبير غادي نحاولوا نشاركوا معكم شقق اخرى ان شاء الله. هذه شقه من بين الشقق اللي عندنا في هذه العماره هذه الجميله والمتميزه اللي بطبيعه الحال راه فيها لاسانسور، فيها الكراج ديال السياره بطبيعه الحال، فيها المرافق كامله بطبيعه الحال يمكن الانسان يحتاجها، يعني كيبغيو الناس دابا بطبيعه الحال ولاو كيبغيو العقار ديالهم ولا الشقه ديالهم تكون في واحد العماره اللي كيكون فيها الكراج وكيكون فيها المصعد بطبيعه الحال. على اليمين ديالنا كنلقاو هذا المطبخ هذا الجميل والرائع والمتميز. هانتوما خوتنا وحبابنا جميع التفاصيل كانكم جيتوا شفتوا المنتوج مباشره. مدينه اللويزيه مدينه جميله ورائعه وعندها مستقبل اللي ظاهر بحكم القرب ديالها لمدينه المحمديه. هذا الموقع هذا ما كيبعدش الا حوالي واحد 10 دقائق على مدينه المحمديه. واللويزيه على العموم راه جات الوسط ما بين الدار البيضاء والرباط، جات الوسط ما بين الدار البيضاء والرباط. طبيعة الحال قريب من البحر حوالي 30 دقيقة تقريبا، مش بعيد علينا البحر. والموقع راه استراتيجي والثمن ان شاء الله في المتناول خوتنا وحبابنا. هذا خصيصا طبيعة الحال حتى خصصناه للاخوان والاخوات اللي كيبغيو، حتى الناس اللي كيبغيو مثلا يديروا واحد السكن ثانوي، راه الثمن مناسب ديال العقار خوتنا وحبابنا في المدن المجاورة للمدن الكبرى. وهذه ميزة بطبيعة الحال، راه كيف ما كتعرفوا المساحة ديال 86 متر تقدروا تلقاو في تمارة ولا في الرباط، أتمنى اللي خيالي هنا. فينيسيو ممتاز، موقع استراتيجي وقريب والثمن راه في المتناول ان شاء الله. هذه الكويزين كيف ما كتشاهدوا جات بهذا المنظر هذا. الحي راه كله جديد كيف ما كتشاهدوا معنا. عندنا الشميشة، عندنا التهوية، عندنا الموقع استراتيجي، وراه كيف ما قلت لكم راه كيدوز الطوبيس من هنايا حدانا المدارس العمومية، حدانا المسجد، وحدانا المحلات التجارية بطبيعة الحال، حدانا المرافق كاملة قريبة لينا. وحتى الناس كيف ما قلت لكم حتى الجالية المغربية اللي كيبغيو ياخذوا واحد العقار في البلاد ديالهم، هذا راه عقار زويون ومناسب في الثمن، مناسب جدا. كويزين كيف ما شفتوا معايا، وجوج ديال الحمامات كيف ما قلت لكم. هذا الحمام الأول، زوج طالع حتى البلافو، الرشاش عندنا، عندنا الطوال تاع عزك الله، عندنا الباص مبليع، عندنا المرايا، داكشي زويون، داكشي رائع، داكشي متميز. والواجهه بطبيعه الحال واجهه زوينه، عندنا الشميشه وعندنا التهويه. اللويزيه راه عندها مستقبل ظاهر، راه هاد البلاصه هادي راه ما شاء الله طالعه في البناء، يعني الناس ما شاء الله كيشريو في هذا الموقع هذا لانه استراتيجي وقريب، والثمن ديالو راه ثمن زوين وزوين بزاف. بالنسبه للثمن خوتنا وحبابنا ديال هذا العقار اللي المساحه ديالو 86 متر، ثلاثه ديال الغرف، صالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ، ثمن 56 مليون وقابل للتفاوض، 56 مليون وكاين التفاوض ان شاء الله. هذه الغرفة بالبلاكار ديالها، جميع الغرف راه عندهم البلاكارات ديالهم ومغلفين من داخل بطبيعة الحال، عندنا لونتين ديال البارابول، عندنا الواجهة الشرقية بطبيعة الحال ريدوات الكتريك، النوعية ديال الألمنيوم النوعية الرفيعة،
داكشي زوين داكشي المتميز ورائع. فينيسيو زويون حتى في الصاله ديال 86 عطاتنا ثلاثه ديال الشومبر بهذه المساحه فصلوها في صاله زويونه ممتازه. هذا الحمام الثاني كيف ما كتشاهدوا معنا كنحاولوا اننا نوريكم جميع التفاصيل وجميع المعلومات. كيف ما قلت لكم الا لقينا ان شاء الله واحد التفاعل كبير على هذا العقار هذا غادي نشارك معكم بعض الشقق الاخرى ان شاء الله اللي كاينه في هذا الموقع هذا. مدينه الوزيره مدينه زويونه مدينه ممتازه وبطبيعه الحال حتى هي راجعت على الشارع الرئيسي المؤدي لمدينه الرباط والمؤدي لمدينه التربيضه الطريق الوطني رقم واحد شارع الحسن الثاني. هذه الغرفه الثانيه ثمن زويون ثمن مناسب وعندنا الاسعار كيف ما قلنا وعندنا الكراج ديال السياره وعندنا الموقع استراتيجي وعندنا الثمن ديال 56 مليون. هذا العقار هذا يعني في مدن مدينه الرباط ولا مدينه التماره ولا حتى مدينه عين عتيق راه صعيب باش نلقاو هذه المساحه هذه بهذا الثمن هذا. اخوه والاخوات انا كنوجه النداء زعما للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي كيبغوا ياخذوا عقارات في المدن ديالهم ولا في المغرب بطبيعه الحال ياخذوا في هذا الموقع هذا راه ما شاء الله الثمن ديالو ممتاز والموقع استراتيجي مساحة تبارك الله كبيرة وقريب لك المرافق كاملة بطبيعة الحال وكيما كيعرف الجميع تيكون الهود حتى الناس اللي كيبغوا السكن الثانوي حتى هما ممتازين وحتى الناس اللي بغوا السكن الرئيسي مدينة الوزية تبارك الله غادا في واحد المنظومة اللي كبير والمتيز اللي فيها الشارع الرئيسي دايز عليها وباقي هنا العقار موجود. شوفوا هذا الموقع هذا راه زوين لكم خوت الحباب زوين لكم وزوين بزاف ها انتم خوت الحباب. هذه المساحة كلها تبارك الله وهذا الفينيسيو هذا وهذا ثلاثة ديال لي شومبر حتى هي ميزة ماشي جوج ديال لي شومبر بهذا الثمن هذا راه زوينة وكذلك راه قابل للتفاوض. ها انتم شوفوا النوعية ديال الخشب راه من النوعية الجيدة. هذا هو الكولوار ديالنا كيف ما كتشاهدوا معنا عندنا خمسة ديال لي زابارتومون في الإيطاج عندنا المسعد بطبيعة الحال عندنا الكراج ديال السيارة وعندنا بطبيعة الحال سطح ملكية مشتركة. هذا هو العقار ديال اليوم اللي حبينا اننا نشاركوا معكم من مدينه الويزيه المدينه الجميله والمدينه المحبوبه والثمن ديالها اللي رائع ثمن صراحه اللي دهشني ثمن اللي ممتاز وممتاز جدا بحكم ان الموقع ديال هذا العقار راه استراتيجي وقريب للشارع الرئيسي وقريب من المحلات التجاريه المساجد قريب من الحمامات قريب من المدارس العموميه والخصوصيه وبالنسبه للمواصلات راه كدوز امام هذا العقار هذا امام هذه العماره. هذا هو المنتوج ديال اليوم اللي حبينا اننا نشاركوا معكم نتمنى الله سبحانه وتعالى انه نال اعجابكم ورضا ديالكم. ما عليكم الا تواصلوا بنا على ارقام هذه في الشاشه وحنا ان شاء الله نزود لكم جميع المعلومات اللي يمكن لكم انكم تسالوا لها. طبيعي الحال غنخليو لكم رقم الهاتف ديال مالك هذا العقار تواصلوا معه مباشره ان شاء الله وهو راه غيزود لكم جميع التفاصيل. حفظكم الله خوتنا احبابنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.